عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ثقافة بلوس، برنامجنا اللي أكيد تعودتوا بيه على الوطنية 2، يجيكم من الاثنين للخميس. اليوم إن شاء الله في حلقتنا باش نلقاو تكريم خاص للفنان الراحل حسن الدهماني، باش نلقاو زادة في حصتنا حفل في كارتاج للفنانة منيرة حمدي وإيهاب توفيق، باش نمشيو الكسرة باش نشوفوا شنو عمل الفنان التونسي أيمن لسيق. عنا زادة اليوم في حصتنا فقراتنا القارة اللي اتعودتوا بيهم اللي هما ستار نيوز ورانديفو. حلقتنا من ثقافة بلوس تبدأ توا. رجعت ونم أحلامي وأحيا بين أنا غابي وعاد ربيع أيام أيام يا فنان من زمن الكبار، رحل صاحب الحنجرة الذهبية، رحل صوت من أجمل الأصوات على الساحة الوطنية والعربية. وافته المنية في مدينة مكثر في ربوع تونس الجميلة كما وصفها في آخر لقاء إعلامي. أنا كنت أتمنى أكثر من تلفزة، أنتم بارك الله فيكم، معنا التلفزة الوطنية 2 كنتم موجودين، ولا كنت أتمنى هذه تصوير تونس. وفي والبارح زاد كذلك في سيليانا في ربوع تونس الجميلة، معناها وفي مكثر برشا اماكن يلزمنا احنا نسوق وتصوير الباهيه، ما عادش هاو فلان بيها وتحرقت بوتو طفا شنو نخبروا عليه في الاخبار ونعملوا عليه بلاتوات، نو هذه الصوره اللي يلزم التلافز التوانسه الكل يعديوها وتتسوق لتونس. كل المسارح ستحزن لفراقك، كل مسارح تونس ستشتاقك، كل المسارح العربيه ستندم لانك لم تعتلي ركحها ولم يدوي صوتك فوقها. ترجل من يغني بالعشق والعاشقين في حال سبيله، ترجل من غنى وأطرب الملايين، ترجل سلطان الطرب في ليلة حالكة السواد كليلة الخميس الأسود. غادرت باكرا والاعتراض على مشيئة الله، لم نشبع بعد من إعهاتك ومواويلك، نمت نومتك الأخيرة في ليلة كنت تستعد فيها لإسعاد جمهور انتظرك لأيام. كيف لنجمك أن يخفت؟ كيف لهرمك أن يهوي؟ كيف لساحة فنية أن تترب وقد ذهب صوتك بدون رجعة؟ خسرت تونس الصوت الذهبي، حتى في موتك كنت بطلا، وأنت الذي مت شهيدا لفنك. أنا قلت انتو على الحب كنتو، لو أني عارف منك ما انتو لفراقك ما نقدر ليلة والله. باختصار، لا توبة عن الفن إلى الممات، فبعد حادثه الأول راوغ المنية وانتصر عليها وعانق الحياة في ميلاد جديد. لم يتب حسن الدهماني عن عشق العود وإدمان الطرب، فعاد من جديد وباللحن الجميل. انهارت أسس بيت الأغنية التونسية واختل توازن الهوية الموسيقية. يوم تشيع جثمانك لمثواك الأخير تساقطت أوراق شجرتك لتبقى جرداء عرجاء. شكرا أحسن الدهماني لأنك غنيت لنا، شكرا أحسن الدهماني لأنك تونسي برتبة فنان أصيل. وداعا أحسن الدهماني بعد أن كتب لك القدر تفاصيل رحيل المشرف، زاد علاقتك بالفن التساقا. مهر
مهرجان نابل كان مع الفنان نور شيبة جدير بالذكر، اللي مهرجان نابل حقق قفزة نوعية سنة خاصة من خلال البرمجة اللي حققت حضور جماهيري ضخم، وذلك من خلال الأسامي اللي راهنت عليها الهيئة المديرة كيما لاديفا أمينة فاخت. نلقاو أيضا عرض زيارة، نلقاو عرض لنصيف زيتون، وقينا أيضا نور شيبة، وهذه مش أول مرة ليه في نابل. معروف اللي النوابلية يحبوا برشا نور شيبة، اللي أثبتوا السهرة هذه اللي مسرح الهواء الطلق يجب إعادة تهيئة متاعه أو توسعته، لأنه ما عادش يستوعب جمهور نابل الكبير. زادا نجم نقولوا اللي نور شيبة حافظ على نفس اللوك متاعه، غنى الريبرتوار متاعه، بدأ السهرية بالترحم على الفنان الراحل حسن الدهماني، قدم أوماج خاصة للسيدة نعمة اللي نتمنوا لها الشفاء العاجل. الروبرتاج لحسنية دبيش وليزيماج لمراد بن عمد. سور سين باش يكون فما دقيقة صمت. الفجعة هذه الناس الكل معناتها تصدمنا فيها، معناتها بصراحة كانت عندنا تجربة جميلة جدا مع دماني الله يرحمه، جاب حذانا عمل عرض عالمي جدا، إنسان طيب ياسر، خلوق جدا، فنان بمعنى الكلمة. نتأسفوا عليه الله غالب، هذه الدنيا إن شاء الله يا ربي. هو ما ماتش، هو مازال الموسيقى نتاعه والغنيات نتاعه تخلي الفنان ديما حي. راه نسيت شويه وانت رجعتني، معناتها بالحق فاجعه كبيره، فاجعه بالحق، معناتها انا لتو مانيش مصدق. نسيت شويه قبيله بعد الندوه الصحفيه اللي بديناها، ولكن ان شاء الله تصدمنا صدمه كبيره برشا في وفاه العزيز الغالي على قلوبنا الفن الكبير حسن دهماني. هو في طريقه لنداء الواجب، واجب فني، واجب وطني، هو الواجب الفني واجب وطني من أجل إسعاد الناس وزرع البهجة وترفيه عليهم، وهو في طريقه إلى مدينة كسرى. الله يرحمه وربي صبرنا، وإن شاء الله ربي يعطيني القوة كما قلت باش النجم نقدم العرض الليلة إن شاء الله. سهرة اختتام مهرجان نابل الدولي في دورته 31 كانت مع عرض للفنان والنجم نور شيبة، اللي كان فيها ظرف العرض مختلف زمن مع وفاة الفنان حسن الدهماني سويعات قبل السهرة. سنة مهرجان مهم جدا، سنة دورة كبيرة برشا، عملناه وحكينا على الثلاثينية اللي وصلت لبرشا ناس، صعبت علينا المهمة باش نحكيو سنة على دورة 31 اللي بدينا براتيكمون في البرمجة نتاعها من شهر مارس. بدينا في جلسات متطاولة مع الجمعية، مع أعضاء الجمعية اللي بالمناسبة هذه نشكرهم الكل، على خاطر كي نقولوا بدينا من مارس نعملوا جلسات بمعدل 3 و4 سوايع مدة الجلسة، باش اخترنا أحسن العروض الموجودة. انطلاقنا كان من منتوج التونسي مع حسن الدوس، اختتام مع منتوج تونسي اللي هو نور شيبة، العروض في الوسط المهرجان أغلبها تونسي، براتيكمون عندنا عرض فقط أجنبي، وهذا كان اختيار لنا أنه احنا نقولوا راهو مهرجان دولي فنانين التوانسة، هذا مهم جدا. إذا كان احنا كمهرجان ما ندعموش الفنان التونسي اللي هو يلزمه يطلع واسمه يكبر من تونس، علاش نستناه وعلاش نجيبه في عروض من برا؟ العرض الوحيد اللي جبناه من برا اللي هو نصيف زيتون، سنة منذ 15 سنة أول مرة نخرجوا من المسرح، مشينا عملنا عروض في الديرام تاع الفوت اللي هما نصيف زيتون والزيارة وأمينة فاخت اللي كانت شرفتنا سنة براتيكمون في الوطن القبلي كل عنا احنا فقط، هذا فخر لنا احنا. عملنا حملة تحسيسية مهمة جدا نحكيو عليها، على خاطر الحملة هذه بعد اكتشافنا لأنه مع الجمهور يجي يتفرج ويخلي المسرح موسخ، قلنا علاش لا ما يقتصرش دورنا على تنظيم العروض،
بل بالعكس انه الدور نتاعنا يمشي ويتطور، وانه احنا نوليو نوعيو الجمهور انه باهميه المسرح. عملنا حمله تحسيسيه اسمها خلي مسرحك نظيف بمشاركه اغلب الفنانين، جعفر، كريم، حسان، برشا ناس شاركوا معنا، مهم جدا ايمانهم بالعمليه هذه. ان شاء الله الحمله هذه ما تقفش عنا احنا بركه، بديناها احنا كمبادره، ان شاء الله تتوسع عند الناس الكل. ان شاء الله اليوم الحفله الاختتام تلقى رواج كبير. انطلقنا من شعار مهم جدا وبحثنا عليه برشا، اللي هو مهرجان نابل، مهرجان اللي يفرحكم. ان شاء الله يا ربي نكونوا بالحق باختيارنا للعروض، باختيارنا للحمله التحسيسيه، وبتنظيمنا المحكم اذا كان نكونوا نكونوا فرحنا جمهور نابل. ونوعدوهم اللي مازال فما حاجات اكسكلوزيف، مازال عندنا حاجات مش تكون اقوى للدوره 32. هيئه تعبت، ان شاء الله يا ربي تعب هذا يكون وصل لهم ووصلنا حاجه باهيه. كما عودنا الناس باش نعودوهم، باش نقدموا لهم طبق فني متنوع، اكيد باش نغني غنياتي اللي حفظوهم الناس واللي ردوهم عن ظهر قلب من الريبرتوار نتاعي. كذلك باش نعملوا جوله في تراثنا التونسي من الشمال الى الجنوب للساحل، باش ان شاء الله نحب نكون تلقائي اليوم، نحب نكون تلقائي لانه عندي قصه حب وصداقه مع الجمهور النابلي في مهرجان نابل. مش اول مره نجي لنابل، تقريبا هذه ثالث ولا رابع مره نكون في المسرح هذايا. وكذلك اليوم فرحان برشا انه باش نكرم في فقره غنائيه سيده الفن التونسي الاولى، سيده نعمه اللي تحب نابل برشا، وهي من ازمور تابع ولايه نابل، واللي تربطني بها علاقه خاصه، وان شاء الله نكون وفينا في تكريم هذه الفنانه الكبيره، وان شاء الله تعدى سهره رايقه ان شاء الله. كيف ما عودنا، نور شيبه ابدع في اغانيه اللي يحبها جمهور نابل ويرددها ويتفاعل معاها. طبق فني متنوع واغاني من التراث ابدع في ادائها نور شيبه. وعندي 7 سنين بروحي، يا روحي يا روحي يا روح الروح، يا روح يا روح يا صورك قديمه، ومن الغربة يا عيني نوحي، ومن الغربة يا عيني نوحي، ويا دمع ويا دمع الخد يسيل. وعندي 7 سنين تعال متميزة وعروض متنوعة من مسرح وموسيقى وغناء وأجواء تنشيطية أحيت مدينة نابل المدينة الجميلة. العروض في مهرجان نابل كيفاش تفاعلت معهم؟ واليوم الاختتام مع نور شيبة، كيفاش ريت معناتها الاختيار صائب ولا مش صائب من هيئة المهرجان؟ والله نور شيبة معروف أنه معناها عنده جمهور وعنده أغاني حلوة. نور شيبة يعبي نورمالمون المسارح، حضرته عملوا في مسرح حمامات تبارك الله بلا سنة، تفاجأت معناها المسرح يتم 50% مليان، ما نعرفش ممكن خاطر أجلوا العارض ثم مشكلة الناس ما سمعتش بالعارض، وإلا مانيش فاهمة بالضبط شنو الإشكال. الفاجعة أحسن دهماني الفاجعة بون قبل العرض بشوية، ما نتصورش الناس اللي شراو تيكي ما همش باش يجيو، أما نتصور يمكن بعد بريود عيد ناس ميزانيتها ضرت شوية دونك ما حضروش للحفلة. برشا أسئلة برشا نتصور أسباب. حسب ما انا كصحفيه اخذت معناها استجوابات في عدد من العروض، ما نقولش الكل، انا ما حضرتش الكل، في عدد من العروض اليوم النابلي ابار انه فرحان بالعروض المبرمجه، اليوم يحب متنفس، يحب بلاصه يمشي لها، يحب حفله يتفرهد فيها، اقلق من الضغط، اقلق من برشا اشكاليات يعيش فيها يوميه، ضغط الخدمه، زياده في الاسعار، برشا حكايات، دونك اليوم النابلي يحب متنفس معناها باش يتفرهد وباش يرفع على روحه. والله انا يعجبني نور شيبه، تعجبني اغنياته برشا، وان شاء الله يكون العرض هذا يعجبني اكثر، وان شاء الله يكون ممتاز. بعد ماذا بزيني باش نتفرجوا نتفتحوا شويه وروح اني داعي وطنيه وطنيه معناتها الفنان نور شيبه يصنع الحدث، فما جو كبير في
الحال بطبيعة الحال من حاجات الباهين اللي عن الفنانين اللي محترمين. إن شاء الله نعديو سهرية طيبة. حاجة وانت اليوم نور شيبة؟ نحبه خيجيت نحب نتفرج فيه والله نحبه. نحب الغناء التونسي نحبه التونسي وكان نحبه أنا والمبلية معناتها يحبوا الجو الغناء التونسي وما لبلاش نموتوا على الجو المبلية. وش تعرف من الغناء التو نور شيبة؟ لا ما يا عم علي تلمو ياسر أغاني نحفظهم وإنسان يقدم لنا منوعاتنا التونسية، ولكن أنا باش نغني لك تو ولا نسمي لك أغنية ما تنجمش تجيني في الفكرة. ما هو إنسان اللي يشرفنا ويشرف الفن التونسي. غني زارتنا البركة. زارتنا البركة وإحنا زارتنا البركة بالشعب التونسي الكل. توا لكارتاج، مسرح كارتاج يفتح ابوابه من جديد للسهرات وخاصه الجمهور. وفي الجزء الاول من السهره باش نلقاو فنانتنا التونسيه منيره حمدي اللي قدمت في الصيف هذيا تصريحات قويه خاصه بعد اعلان برمجه مهرجان كارتاج الدولي. من ضمن تصريحاتها قالت ان مهرجان كارتاج للمقربين فقط. على كل حال هي في السهره هذيا اثبتت جدارتها واثبتت خاصه احترامها لجمهورها، فبالرغم اللي وصل لها خبر وفاة الفنان حسن الدهماني في أول السهرية إلا أنها قدرت باش تجذب الجمهور وقدرت باش تطربه لآخر لحظة. في الجزء الثاني من السهرة نلقاو الفنان المصري إيهاب توفيق اللي عنده ذكريات كبيرة مع مسرح كارتاج. جمهوره كان حاضر، زعم السهرة هذه هي اللي باش تثبت عودة إيهاب توفيق للساحة الفنية. هذا الكل باش نشوفوه في الفتاخ. مرحبا بكم في السهرية الحلوة هذه. مرحبا بكم نورتونا. اذا ينظم النادي الرياضي لموظفي الاداره العامه للسجون والاصلاح الحفل المزيان هذايا شان عاديو سهريه حلوه تجمع ما بين الامتاع والمؤانسه مع زوز فنانين كبار برشا برشا. الله يرحمه. صدمه مخيبه. تو سمعت بالخبر انا قولوا لي في كلينيك وكل شيء، والله قلبي حسب ما حاجة خايبة. احنا واحنا داخلين قبيلة سبعنا بخبر وفاة الفنان القدير حسن الدهماني الله يرحمه وينعمه. كان خبر خايب برش علينا، خاصة على أصدقائه وعلى أحبابه، خاصة أنه صديق عزيز برشا على الفنانة منيرة حمدي. يعني هي لحظة خايبة برشا، ما بين انها بكيت برشا في اللوج وما بين احنا سكتناها، ما بين انها تخرج وتقابل جمهورها اللي هي انتظرته عندها مدة كبيرة. دونك بربي تحية كبيرة ليها رغم الألم اللي حست وعاشت به. الله يرحم الفنان حسن الدهماني ملك الأغنية، الدكتور العظيم اللي اعطاه من وقته وعمره وصحته للفن الراقي، ونأكد الفن الراقي. الله يرحمك يا حسن.
نظم النادي الرياضي لموظفي السجون والإصلاح بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية سهرة تونسية مصرية بإمضاء الثنائي إيهاب توفيق ومنيرة حمدي، قدمتها الإعلامية ألفة الساحلي. كانت سهرة من ألف ليلة وليلة أثتها منيرة حمدي في شقها الأول، ونستعرض الجملة من أغانيها اللي طلبها الجمهور منها. تفاعل كبير مع منيرة اللي غنيت وأثرت رغم اللوعة والحزن الكبير على زميلها المرحوم أحسن الدهماني فقيد الأغنية التونسية. كانت منيرة على قدر كبير من الحرفية والاحترام لجمهور والالتزامات المهنية، فتجاوب الجمهور غنى وردد معظم أغانيها. يعني غلطت عندي خلي البلادي عندي، يعني غلطت عندي خلي البلادي عندي، عندي يا قلبي عندي ولا تندم لي. نظمنا الحفلة ذي في حاوت كرتاج مع الفنانة منيرة حمدي والفنان العربي إيهاب توفيق. ريتم وكل شيء خليناهوش منيرة مشكورة من أول السي من بداية السيزون ونحن معاها وعملنا دورة في مهرجانات صيفية تكون الجمهورية كاملة حتى في فرحاتنا وفي عروساتنا معناتها حاجة جديدة دخلت اسطنبيلي مع الفولكلور التونسي مع الموسيقى الوترية ومع الحكاية معناتها حاجة بيها ياسر. الحمد لله اليوم اخذت بارتي مهمه من العرض هي وإيهاب توفيق، غنت الاغاني الخاصه نتاعها، الجمهور جاوب معاها بكدا بكدا، الحمد لله ما كانش بالساهل عليها ولا علينا نحن، نخدموا تحت الاخبار اللي سمعناها الناس الكل معناتها. منيره حمدي ابدعت، صوت قوي، وقفه على الركح قويه على الاخر.
اليوم ما نسميش غنيت بصوتي، غنيت بشتر صوت، حسيت بحزن كبير، أما الحمد لله معناها الجمهور خليني دخلني في الجو اللي خليني بعد غنيت وعملت معهم جو، وإن شاء الله ديما إن شاء الله ديما ننور الجمهور اللي يحب منيرة. يهاب توفيق اللي لقبته بملك الرومانسية، تحية كبيرة برشا برشا للفنان إيهاب توفيق. كان الجمهور على موعد في الشق الثاني مع النجم المصري إيهاب توفيق ونسترجع نجاحاته من خلال أغاني صنعت شهرته في العالم العربي، ملهمش في الطيب وسحراني وشكلك عامل عملة، أغاني طلبها الجمهور اللي متشوق لأغاني حبوها من نجمهم. يلا بينا. سحراني للونار أيك في قلبي النار، سحراني إيهاب توفيق رجع بعد غياب 9 سنين للوقوف على ركح كارتاج واسترجاع ذكريات صنعة الفارق في حياته الفنية، وخاصة بعد ما أكد في عديد اللقاءات أنه النجاح الكبير كان بفضل تونس والحفلات الفنية اللي قدمها. رمش سلم سلام جرحني، معرف شبكني ولا رماني. تبارك الله عديتها منيرة حمدي، تبارك الله بالرغم من الموت تاع صديقة الفنان، وعديو فريمون حفلة ياسر تهبل هي وإيهاب توفيق. سهرية خرق العادة، خرق العادة. نشكر إدارة السجون على تنظيمها وعلى كل شيء فيها باهي. إيهاب توفيق نحبوه وباهي وصوت رائع. إقامة الحفل واستدعي فيه من قبل نادي الرياضي العاملين بنادي السجون والإصلاح، بشكرهم شكر كبير على أن هم وثقوا فيا ووثقوا في اسمي في أن أنا أكون نجم الحفل وأن أنا أقوم بإحياء الحفلة الليلة. إن شاء الله في المرات اللي جاية بوعدهم أنه تكون أحسن وأحسن ويكون في إنتاج جديد يرضي كل الجمهور اللي بيحب يستمع لإيهاب توفيق، ويلا انتظروا الجديد ورجوع فعلا ان شاء الله يكون بدايه رجوع موفق باذن الله من خلال جمهور تونس وجمهور قرطاج. اصبر يا قلبي اصبر، انسى الميدان ودور تاني على حب تاني على قلبي صون ما يهور. اصبر يا قلبي اصبر، الميدان ودور على حب تاني على قلبي صون ما يهور. الله يعوض علينا.
فرحانين برشا بالفنانة القديرة وصاحبة الصوت الذهبي منيرة حمدي، وأيضا زادة شرفنا زادة بحضور الفنان الكبير المصري إيهاب توفيق. قلبي مش مرتاح له، نفسي ما صرح له، شكه مضيعني واللي منعني ما عندي بديل، حكايته مش كاملة، شكله عامل عمل، حاسس اني في حاجة غلط مش صح وكده تمثيل. قلبي مش مرتاح له، نفسي ما صرح له، كسرة نقول الحضارة، نقول التاريخ، نقول المعمار، نقول زيدة الطبيعة، طبيعة اللي تزينها الشلالات وزينها خاصة حقول الكرموس، الكرموس اللي عملوا له مهرجان واللي واكبته التلفزة الوطنية، مهرجان التين بكسرة في دورته 28 واللي تواصل لغاية 2 سبتمبر. نلقاو فيه العديد من العروض كما عروض الفروسية، فما زيدة برشا فنانين توانسة واكبوا المهرجان هذي وغنوا فيه كما نوال غشام، كما أيمن لسيخ، وكان المرحوم حسن الدهماني باش يقدم عرض أيضا في مهرجان كسرة. على كل حال احنا كنا حاضرين في عرض للفنان التونسي أيمن لسيخ اللي هذه الثاني مرة يغني في كسرة. نمشي ونكتشفوا لديتاي والأمبيانس في الفتاخ. عاشت مدينة كسرة من ولاية سليانة على وقع مهرجان التين في دورته 28 بعروض تنشيطية وفرجويات خللها عروض فنية أثثها كل من أيمن لسيق ونوال غشيم وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى معرض الأكلات الشعبية والتين بكسرة. الدورة ذي كانت دورة لايقة برشا، كانت مميزة برشا وعندها طابع خاص هي كسرة بطبيعتها، يعني بدون مهرجان عندنا ديما المهرجان وخاصة في كسرة العليا. كسرة العليا ذي هي أعلى نقطة سكنية في الجمهورية التونسية، 1146 التيتود على فند البحر. كسرة تحفونة وبلاد أثرية وبلاد عندها معناتها من ذكريات قديمة اللي هي عندها ملك الروم كسرى عظيم الفرس كما مصر، وهي مترخة بالبرابر وفهمتي وقديمة كسرى وتحفونا برشا، وانت على عينيك تشوف السهرية في المهرجان حلوة برشا. عندنا توجه معين هو التشهير والإشهار بكسرة بعراحة مدينة كسرة الرومانية الأمازيغية، كذلك تثمين المنتوجات المحلية مثل التين، هذه الشجرة المقدسة اللي انتم جيتوا الحمد لله في الفصل متاعها في أواخر شهر أوت، كذلك تثمين المنتوج اللي هو معجون الكرموس، إضافة إلى أن هذه الجهة تمتاز بإنتاج زيت الزيتون، سنة 3 ميداليات من كندا، زيت كسرة لهنا. هذاك علاش تظاهر هذه في حد ذاتها هي ثقافية لكن فيها أهداف خفية، هي دفع للتنمية المحلية، ستكون إن شاء الله وجهة سياحية بيئية. استهل أيمن لسيخ الحفل ضمن برنامج غنائي أرضى ذائقة الجمهور اللي كان حاضر بكثافة.
عادية جينا وتعمنا والحمد لله معناها خلينا معناها بصمة باهية وناس فرحت وناس لمت وبيان سير فرحنا برشا زيدا نحنا. فأول ما توجهت لنا الدعوة باش نرجعوا ما تردناش بالكل وجينا وفولا باش نفرحوا العباد هذوما اللي مستحقيننا معناها مستحقين الفرحة ومستحقين الجو هذا يمكن. يا نانا بيدي ما حسيت غالك حالك يلي حبيتك في حبك هاش اللي جرالك. يا نانا بيدي ما حسيت غالك حالك يلي حبيتك في حبك هاش اللي جرالك. شغل لي هوالك عندي جي 4-5 سنين ما جيتش الشتاء واجيت بذا مع المهرجان وعلى الجو الخريفي متاعنا المتميز وعن نسمع الماء وعلى القلة وعلى القهوة وعلى كل شيء. كسرة تمشي في الحاجة تمشي في الدم في الشريان في الوحدة ما هيش حاجة نعيشوا فيها بحكم التظاهرة هذه ما تصير كل عام مهرجان تيم بكسرة. كان جو نعملوا دورة في المهرجان نعملوا قهوة عربي معروفة قهوة العين بقهوة عربي نعملوا دورة نتنسموا شوي نشموا شوية هواء كنجيبو صغيرات ونجيبو نساء وبنات كل شيء نتفرهدو نعملو قهوة. كل عام بيسير نحن سكي يسير معناه فما انتاجات جديدة معناه بارابور لو تعملناه والكيجينة فما برش حاجات جديدة معناه مش نفس اللي خدمناه وتعملناه وش نخدمه السنة فمش حاجة كما قلت لك سبيسيال ما معناها الهوني ما الجو متاحهم نعرفوه ونعرفوا شنو هو اللي طالبينه وذاك هو اللي باش نوفروه ان شاء الله اليوم. انا مجروح قلبي مربوح وحبوح انتظاراتك من السهره الليله؟ والله يا احنا شفناها عامنيلو باهية ان شاء الله السنه زيدا باهية. عجبك ايمن لسير؟ اي شنو من الاغاني تحب تسمعهم من ايمن؟ برشا اغاني مش حفظتهم الكل. ايمن لسير جانا مرتين هو باهي وعجبنا مع المحلية. عمل جو؟ عمل جو. عجبك في التونسي ولا في الشرقي؟ في كل شيء. نستناو في سهرة حلوة برشا على خاطر ديجا جينا عمناول في صيف عمناول وحفلها حفل الجو وفرح بينا وزيد معناها من وقته قعد معنا. فما أغنية تحب تسمعها ليلة من عند أيمن؟ والله مش بالضرورة أغانيه الكل حلوين وهو ديما ياخو بخاطرنا ومعناها أي أغنية نطلبوها منه يغنيها لنا معناها. I'm
ستار نيوز اليوم باش نحكيو على جوائز مجلة سيدتي اللي التلفزة الوطنية لها فيها نصيب، أيضا في أخبارنا العالمية باش نحكيو على فيلم جديد اللي هو ليتل وومن. ستار نيوز كالعادة باي إيمان السيد. البنات انا اليوم قررت باش نتقاسم معاكم العصاره نتاع تجربتي في كيفاش تعاملوا مع الكليونات. تفضل تي تاو اخش 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 عند الشغل خويا من غير مشكل مخش. انا مستبشره خير. اولا انا الاكسبيرينس هذي بدلتني. ضمن نتائج استفتاء المجلة العربية سيدتي لمسلسلات وبرامج رمضان 2018، تم تتويج الأعمال التونسية اللي وقع بثها على القناة الوطنية الأولى، سلسلة جنون القايلة وسلسلة كوميديا لافاج، وين توجت ريم بن مسعود بلقب أفضل ممثلة كوميدية عن سلسلة لافاج اللي بدورها توجت بأفضل مسلسل كوميدي. صبحي على الحيط المشقق تسحرني سرك وهواك، خور وسين وجي عطرق باللون زناقي وسواق، وجنون اللي فيها تلاقي وشكارة لرقت والباقي، عيشوني الف رواية من هون بدات حكاية ناس الديوان ودارو بيها. أفضل سيناريو مقدمة غنائية كان من نصيب جنون القايلة اللي تحصل زادة من خلال المخرج أمين شيبوب على لقب أحسن إخراج، كما تحصل لطفي العبدلي عن دوره في مسلسل علي شورب لقب أفضل ممثل جماهيري، في حين تحصل الممثل معز القديري على لقب أفضل ممثل درامي ودليلة مفتاحي أفضل ممثلة درامية. يا علي ولدي شهزيت من صغرك. Welcome to your castles in the air. Fill them wisely, loves Marmy. اعتذرت النجمة العالمية إيما ستون عن بطولة فيلم الدراما الجديد ليتل وومن بسبب تزاحم جدول أعمالها ومشاركتها مؤخرا بفيلم سينمائي جديد بعنوان The Favorite، الأمر اللي تم استعانة شركة الإنتاج بالنجمة العالمية إيما واتسون، ومن المقرر البدء في تصوير أولى مشاهد الفيلم في الأيام القليلة القادمة. الفيلم تدور أحداثه حول 4 شقيقات يصلن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث الحرب الأهلية. ليتل وومن هو للمخرجة والنجمة العالمية المرشحة لجائزة الأوسكار غريتا جيرويك. Please help each other reach our castles, no matter where they may be. الأجندة الفنية وين باش تمشي وتسهروا مختلف التظاهرات الثقافية نلقاهم في فقرة رونديفو لزميلتنا رجاء بنزيد. الاثنين 3 سبتمبر 2018 في إطار التظاهرة الثقافية ربي يحفظ تونس نلقاو عرض الزيارة للفنان سامي اللجمي بالمسرح الأثري بقرطاج. في موعد آخر نلقاو سهرة اختتام الدورة 31 لمهرجان الفوسفات بقفصة مع عرض مسرحي جعفر القاسمي 3 في 1. في إطار الدورة 30 لمهرجان أميرة المناجم بالمذيلة نلقاو سهرة فنية تجمع الثلاثي تليلي القفصي رشيد القفصي وسامح جلول. بمناسبة افتتاح السنة الثقافية بالكيف برمج مركز الفنون الدرامية والركحية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف عرض مسرحية المكي وزكية للمسرحي لابين النهدي بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف. في موعد آخر نلقاو سهرة اختتام الدورة 30 لمهرجان أميرة المناجم بالمذيلة بعرض مسرحية 3 في 1 لجعفر القاسمي. في إطار الدورة 26 لمهرجان جرمدا بصفاقس نلقاو سهرة الاختتام مع الحضرة لأحمد جلمي. الأربعة 5 سبتمبر 2018 هو موعد انطلاق مهرجان روحانيات الدولي للإنشاد الصوفي، ويكون عرض الافتتاح بخرجة عيساوية سيدي بوسعيد على الساعة 5 مساء، ثم عرض محبة لهيثم الحذيري على الساعة 6 مساء، يليه عرض مجموعة الفردوس من إسبانيا على الساعة 9، ثم عرض بابا عزيز للناصر خمير على الساعة 11 ليلا. في موعد آخر نلقاو عرض فيلم فاتيما للمخرج الفرنسي فيليب فوكون على الساعة 6 مساء بالمعهد الفرنسي بتونس. أعلنت الجمعية الثقافية للإبداع والتفكير والتفاؤل أكرو والمقهى الثقافي ليبرتي عن فتح باب الترشح للراغبين في المشاركة في الدورة الثانية لمهرجان تونس ركح مفتوح، والذي سيلتئم من 12 إلى 20 أكتوبر بتونس العاصمة.
هكا نوصل لنهاية حلقتنا من برنامج ثقافة بلوس. خذينا مع بعضنا فكرة على مختلف الأحداث الثقافية، مشينا الكرتاج، شفنا أجواء حفلة الفنانة منيرة حمدي والفنان إيهاب توفيق، شفنا اختتام مهرجان نابل مع الفنان التونسي نور شيبة، أيضا كنا موجودين في مهرجان كسرة وشفنا شنو عمل الفنان التونسي أيمن لصيق. نحب في آخر الحصة أنا وفريق البرنامج نترحم على الفنان حسن الدهماني، ربي يرحمه ويجعل مثواه الجنة، وربي يصبر الأسرة الفنية وأسرته الصغيرة. أنا بقى لي كان نقولكم بسلامة وفي الأمان، انتظروا حلقة قادمة مع زميلتي نورس التليلي. ثقافة بلوس، تقولكم أبلوس.